Aí, aí, João. Foi. تمور في منذ فترة الحصاد والتي تبدأ في عام في شهر 9 من العام الماضي بدأت في عام في شهر 9 عام 2021 ونبدأ بعملية فرز التمور بداية ووضع في حاويات كبيرة وفي صناديق ويتم تخزينها في الثلاجات، ثم بعد ذلك في بداية العام نبدأ بتبكيت هذه التمور وتغليفها العبوات المختلفة، بمعنى هناك عبوات حجم كيلو، عبوات حجم 2 كيلو، عبوات حجم 5 كيلو، ونمتقي التمور بعناية فائقة حيث أن عندما تصل للمستهلك تصل للمستهلك يعني جيدة ومقبولة إن شاء الله. التمور التي نتعامل فيها داخل قطاع غزة أنواع التمور كثيرة، ولكن هناك 6 أو 7 أنواع من التمور التي يتم بيعها وشرائها داخل قطاع غزة. هناك التمر المجهول والتمر العنقود والتمر دجلة النور والتمر الزهدي والتمر الدرعي والعامري والتمر الحلاوي، لكن النوع المفضل لدى الجمهور الغالب في قطاع غزة من المستهلكين هو تمور المجهول، حيث أن تمور المجهول تمثل نسبة ما قيمته من 40 إلى 50% من مبيعاتنا في التمور بشكل عام بالمقارنة مع باقي الأنواع. حقيقة الطلب على التمر في خلال العام خلال 11 عام يكون طلبا محدودا، ولكن ينشط 11 شهر عفوا يكون محدودا ولكن ينشط أو يكون ذروة البيع قبل شهر رمضان بأسبوعين تقريبا بحيث نستطيع تغطية حاجة السوق، وشهر رمضان بحيث نستطيع تغطية حاجة السوق للمواطنين بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات التي تقوم بوضع التمور كسلعة أيضا أساسية ضمن السلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك في شهر رمضان المبارك. وبالتالي نحن نطمن أهلنا في قطاع غزة على أن أسعار التمور كما هي في متناول يد الجميع بدرجات مختلفة ثابتة كأسعار العامين الماضيين، وإن لم يكن هناك في انخفاض في بعض أسعار السلع بالمقارنة مع العامين الماضيين. الحرب الأوكرانية الروسية لم تؤثر على أسعار التمور علينا في هذا العام، وذلك لأننا نحصل على منتجاتنا، منتجاتنا هي عبارة عن منتجات محلية تأتي من أريحة ومنطقة الجفتلك، وبالتالي التغيرات الدولية التي حدثت من حروب ودمار لم تؤثر على أسعارنا ولم تؤثر على سوق التمور في قطاع غزة والحمد لله.